يعني لما تخيلي عيش الزوجية كده بتحلمي بإيه؟ بحلم ببيت على النيل كبير، 7 أوض وثلاث حمامات، ونجيب العفش من إيطاليا، ونجيب كلب صغير. كلب لا. ليه؟ أنا بخاف من الكلاب. وبعدين العفش من إيطاليا ده؟ ده على كده عمرنا ما هنتجوز، أنت بتعجزيني يا بنتي؟ وإيه ثلاث حمامات؟ بحلم يا عزة. ما تحلمي على قدنا. يعني احلامي بأوضة بعفشة مية، بعفش من دمياط. دمياط؟ على فكرة انت عمرك ما هتلاقي راجل جد زيي، ولا حد عارف طريقه زي ما انا عارف. انا يمكن في البدايه بدات دراستي متاخر، بس انا حاسس كده ان انا هبقى اهم محامي في مصر. يا ريت. انا حيشك حيشاني. انت حيشاني ونشتي طريقك يعني. طب اعمل لك ايه؟ ما انت مش مخليني اقابل امك ولا المحروس اخوك. نقرا فاتحه على الاقل. هما مش بيقولوا برضه ورق كله عظيم حنا؟ انت مستعجل قوي كده؟ زي ما مبسوطين ونحب بعض اهو. صحيح يعني بتقعدني في حتت واقعه من نصكم، بس اعمل ايه؟ انا نازله يا ماما. عايزه حاجه؟ ايوه يا حبيبتي، عايزه جلاد بني وتيكت وست كراسات صفحه وصفحه. حاضر. سلام يا ماما. استني هالة، عايزك خير. ترجع الساعه كام؟ الساعه 8 كده ان شاء الله. عايزك تبقي تقولي لمحسن لو يقدر يعني يسلفني 500 جنيه لغايه اول الشهر. مش هينفع يا بابا، لما تبقى ترجع له اللي عليك الاول. طب مش عايز تاخير بقى؟ حاضر. سلام. سلام. ازيك عامله ايه؟ كويسه. النهارده عندنا زباين كتير قوي، 5 في عين العدو. 5 دول كتير قوي. انت قدها وقدود. ايوه بس انا عندي مذاكره كتير. معلش بقى، موسم، كل سنه وانت طيبه. ايه ده، انت ما بتاكليش ليه؟ الاكل هيبقى، ممكن بابا يتاخر. يلا حبيبتي كلي. هاي بابي، انت مش هتيجي تتعشى؟ لا انا مشغول شوية. قول انت. بابي. بابي. ايوه يا مروة، في ايه؟ اكلتي خلاص؟ مش جعانة، عايزة فلوس. خدي اللي انت عاوزاه. خدت 100 جنيه. انا رايحة عند حنان اذاكر عندها. اوكي، متأخريش. ها؟ الو. ايوه. لا لا، ولا مشغول ولا حاجة. انت فينك يا راجل؟ اي خدمة يا نسا، مستعطيها في الخدمة. لا شكرا، ربنا يخليك. ازيك يا حوده، عامل ايه؟ عامل كوبايه شاي نمائيه تستاهل بقى. انت مالك لابس كده ليه؟ اصل بشتغل بعد المدرسه مع الاستاذ عطيه صاحب الورشه دي، وعامل الشاي من صنع ايديا. والله برافو عليك. امال ايه، ده ناصر ميكانيكي قد الدنيا. انا اذنك بقى، اصل ما استغناش عني سنه. مش يا استاذ محمود، اتلحلح شويه. شفتي؟ مش قلت لك؟ طب يلا. تحدد اللائحه التنفيذيه لقطوع الرد دعوه الجامعه. عمر لها وحقك. تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم يا حبيبي. تعبه نفسك يا فندم. لا ولا تعب ولا حاجه، لازم تاكل وتتغذى، الامتحانات قربت. يا رب يا بنات تنجحوا اخر السنه دي. ده الايهاب اللي بيذاكر لنا، يبقى اكيد هننجح. طبعا، مش خريج هندسه بتقدير جيد جدا. اديكي شايفه اخرتها، هتتعامل في محطه بنزين. 7 صنايع وطلع صايع. ما تقوليش كده، بكره هتشوفي ايهاب هيبقى ايه. هيبقى ايه الملف الساعه؟ انا نازله اجيب قماش لما اجي اخوكي محمود على الشيء. هم انا بقى منكم شويه عشان تركزوا. ها، على اقل من مهلك. هحطهولك على نار هاديه. مالك ايه؟ رفضوا يدوني الفيزا. ما تزعلش نفسك، يمكن الوظيفه اللي انت مقدم عليها تديلك.
كان نفسي اسافر بره اعمل شويه فلوس عشان لما تقدم لابوكي ما يرفضش. وانا بقى ما كنتش عايزك تسافر تتبهدل لوحدك. انت ما سمعتش عن اللي بيموتوا في البحر بسبب حلم السفر ده؟ وايه الفرق؟ ما انا كده كده متبهدل هنا، وبعدين في ناس سافرت بره ونجحت. كده مش فاضل لي غير الخليج. انا ممكن اكلم بابي، عنده اصحاب كتير هناك، ايه رايك؟ مش عارف، هكلمه. بطل كئيبه بقى، حنان زمانها راجعه. ايه يا تيتا؟ بتعيطي ليه حبيبتي؟ كده وبعدين ما اكلتيش ولا خدتي الدواء كمان؟ لا بس زعلانة على ندى يا ابني، عمالة تضحي عشان اخواتها. ما تقلقيش على ندى يا تيتا، بكرة ندى تتجوز تبقى زي الفل ان شاء الله. المهم احنا لازم ناكل كويس وناخد الدواء عشان انا مش عايزة اقلع عليكي بر، انا ورايا شغل. بس يا محسن يا ابني، ندى دي بتفكرني بامك الله يرحمها. الله يرحمها يا تيتا. حصلت البركة يا معلم. كانش له لزوم التعب ده، احنا مش عاوزين نعطلك، هما كلمتين، عاوزينك تشوف لو نقدر نرفع قضية على حماة الواد ابني ده. ليه كفلنا الشر؟ ده ست نجوى ست طيبة، وبعدين هي مش مقعدة يعني ابنك ومراته عندها في البيت؟ ده ناس مالهاش إلا مركفوف في الراحة. كانت دوام الحال من المحال، لكن الولية اتجننت وعاوزة تتجوز. غارت لما شافتني مالي بنتها. بس يا واد. بص بقى يا معلم، القاضي يقدر يطلق أي نعم، بس ما يقدرش يمنع حد من الجواز. ما انت لو جبت لنا افوكاتو جدع هيقدر يمنعه ويمنع ابوها كمان. افوكاتو جدع، افوكاتو جدع، افوكاتو جدع. طب بقول لك يا معلم، انت مش بتقول ان الست دي نفسها تفتح على الجواز؟ طب خلاص تقوم انت بالمصلحه دي ويبقى زيتكم في دقيقكم. ولا انت يعني لما اخذ العظمه كبرت؟ كبرت كبرت ايه يا استاذ؟ ده نصبه منيه. طب خير، يبقى على البركه وربنا يتمم بخير. انت تستاهل 100 جنيه مش 50 جنيه. الله يصلح حالك. يلا يلا. ألف شكر يا معلم، نورت نورت يا أستاذ. يا بركة دعاك يا أما، كلها حبة من دول وأجيب أحلى جهاز. بقول لك إيه، أنا مش هقدر أشتغل بكرة، تعبانة جدا وعندي مذاكرة كتير. يا ماما مذاكرة إيه؟ اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. الحياة مليك قرشين ينفعوك بعد التخرج بلا خيبة. أشوفك بكرة. دكتور فوزي منزل اسمك من ضمن المحرومين في إدارة الأعمال. إيه؟ عملها فوزي؟ معاه حق، ما أنت منفضله على طول. إيه الغلاسة دي؟ وبعدين ده راجل خانق، أحضر له ليه؟ يعني ده أول ما بيفتح بقه بنام. طب ويا حدة هتعملي إيه دلوقتي؟ هروح له طبعًا، ما فيهاش كلام، يا قاتل يا مقتول. بقول لك إيه، بلاش الجنونة بتاعتك دي، هيحرمك من امتحان آخر السنة كمان. ده غلبان، بس كل الموضوع إن شمس الخليج سيحت له الجمجمة. هو كان في الخليج؟ 15 سنة، وعاملهم على قلبه وقت كده. متجوز؟ لا مش متجوز. ومالوش في الموزز، ومن البيت للكليه ومن الكليه للبيت. لا 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 لا، مالوش في الموزز. ايه ده؟ مش حاسس حدثني بالمره، مش حضرتك طلعت فرماني ما اخشش امتحان الترم؟ حضرتك ساكت ليه؟ اسمك ايه؟ حنان منصور. حنان منصور، انا متذكر الاسم ده. ممكن اعرف يا انسه حنان منصور انت ما بتحضرليش ليه خالص؟ اصل ايه؟ اصل يا دكتور انا ظروفي وحشه قوي. ليه في ايه ان شاء الله؟ ماما يا دكتور تعبانه خالص. مالها تعبانه؟ ما احنا كلنا تعبانين. لا تعبانه قوي قوي، تعبانه خالص يا حبيبتي يا ماما. طب خلاص خلاص ما تعيطيش،
انا ان شاء الله هرجع كشوفات وهبقى ارفع اسمك. ميرسي يا دكتور، انا متشكره قوي لحضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يخليك لي يا رب ما يحرمنيش منك. انا اسفه يا دكتور. ميرسي. بطلي الدبوس هيشكك. اصل بنتك دي طنط تنفع ممثله والله. ده انا كل ما افتكره وهو قدامي هتفر من عينه وبموت منه. الراجل ده طيب قوي بجد. طيب مفيش راجل طيب. ايه رايك؟ حلو بجنن يا طنط والله. تسلم ايدك. بصي يا طنط، انا جبت لحضرتك 20 جنيه واخر الاسبوع ان شاء الله هكمل. انت خبت يا بنت. انا بقول هاخد منك فلوس. انا محتاجه الفلوس دي اخدها. شايفه بنتك يا طنط؟ ايه رايك يا مارا؟ مش عايزه فستان حلو زيه؟ لا ميرسي يا طنط، مش محتاجه. هو ايهاب هيتاخر؟ اه يا حبيبتي، عندنا باتشيه النهارده. في ايه؟ هتحصل عدل. ماشي. وحياة ماما وريني الجيب التاني. الله الله، مش قدام الناس كده هنقول. هتفضحينا. وريني. خلاص حاضر. خدي. وريني. اشتغل ازاي انا بقى دلوقتي؟ يا حبيبتي لازم يكون في فلوس على جنب عشان اعرف اجيب بيها بضاعة تانية. ما لسه الشغل قدامك كتير اهو، وبعدين الزباين بسم الله ما شاء الله بتجيلك لحد نص الليل. الله اكبر الله اكبر يا حبيبتي، انت فلسطيني خالص. صباح الفل. صباح القشطة يا نونس. نمت كويس يا قمر؟ يعني ده قالي والنبي ان مشوار الشغلانه ده يمشي ان شاء الله. ده عيالك على طول والله. تعال عايزاك. اقعد يا بو. خير. ناوي على انت ومروه؟ لا دي حاجه عايز سؤال. انت عارفه اننا بنحب بعض وعايزين نتجوز. في يا ماما؟ في اني خايفه عليك يا ابني، خايفه قلبك ينكسر. هما فين واحنا فين يا ايهاب؟ تلاقيش. استاذ احمد متاسفين، طلبك في الوظيفه اترفض. استاذ ايهاب طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ محمد متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ تامر متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. انا سامونا طلب في الوظيفه اتقبل. اتفضل يا ابن المدير. وادي الشغلانه دي كمان ضاعت. كلمتي بابا؟ كان نايم لما رجعت، ولما صحيت ما كانش موجود. انت ليه مش قادر تستنى لغايه ما اخلص كليه ونسافر سوا؟ لازم اعمل فلوس الاول يا مروه. طول ما انا عامل في بنزينه كده مش هقدر اقابل باباكي. احنا هنفضل نلف كده كتير. انا مش لاقي حته هاديه نقعد فيها. طب بقول لك ايه، ما تيجي نقعد عندنا فوق السطح. برضه بتاع السطح فيها ايه؟ هنقعد نشرب شاي ونقول الكلمتين نبقى قاعدين براحتنا. ايه ده؟ طب اركن. اركن هنا. اركن فين؟ اركن بس يا عزه تعالى. يلا نزول. ده فندق 5 نجوم. استني بس، احنا نروح السطح احسن. ده هنا تلاقي كوبايه شاي ب 20 ولا 30 جنيه. هوريك حاجه. توريني ايه؟ تعالى ما تخافش. بقول لك ايه؟ انا لاخر مره بقول لك انا معيش غير 20 جنيه في جيبي من اشرف. هنروح كده في داهيه. ما تخافش يا عزه. هم دول اللي معايا كلهم. ما تخافش، مش هتفهم مالين قلت لك. فهمت ليه كوباية الشاي ب 30 و40 جنيه.
صباح الخير. هي الأنسة اللي بتقعد جنبك ما جاتش النهارده برضه؟ ها؟ الأنسة اللي بتقعد هنا؟ حنان منصور؟ أيوه. لا يا دكتور ما جاتش. تمام شكرا. ابعتالي البيت. ايوه البيت. انت بتفهم عربي ولا لا؟ خلاص انت هنا. امسكي يا هلول، حطي ضيف لحصل. خدي بقى ايه الساندوتش ده، كل ما انا عشان حسبت اعمل اكل. ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس يا محسن. بقولك ايه؟ ايه؟ انت لازم تشوف لك شغلانه تانيه عشان عايزين نتجوز بسرعه بقى. خلاص ما بقتش طايقه البيت ده. شغلانه تانيه؟ ايه الاوفر ده؟ يعني كليه الصبح وشغل بالليل ومش بكفيكي كمان يا هلا؟ محسن انت عندك وقت بالليل من 4 ل 7 ممكن تشتغل وتستغله. مش انت الراجل؟ الراجل شغلانته ايه في الدنيا غير انه يشقى ويتعب ويصرف؟ حاضر يا ستي. صدقني انا حاسس ان نهايتي هتبقى على ايدك. بس هتكون احلى نهايه ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور عشان ما جتش المحاضره. معلش. متزعلش مني. لدرجه انك تغيبي لمده اسبوع؟ ما انا قلت لحضرتك يا دكتور قبل كده ماما تعبانه قوي. الف سلام عليها. ويا ستي لو على المحاضرات اللي فاتتك يعني انا ممكن اشرحها لك في اي وقت لوحدك. لوحدي؟ قصدي يعني عشان ماما ما طلعش وتطمن. وانت كمان تطمني. سلام يا دكتور. وانا طول واحد في عبقريه دكتور زويل ورجوله وسامه توم كروز اشرح لي لوحدي؟ لا تقبل بي شويه معلش. خدعني عبقرية دكتور زويل ماشي، انما وسامة اسمه ايه ده؟ حتى شكلي عادي جدا. حضرتك بس اللي مش حاسس بنفسك. انت رايح رحلة بكرة؟ هو حضرتك رايح؟ اه. يبقى اكيد هيجي. ميرسي يا دكتور. العفو. مع السلامة. ذاكر كويس ها؟ ازيك يا دكتور؟ انا ازيك؟ انا جبت لحضرتك كل حاجه كامله. ايه؟ كنت عنده بعتذر له عشان ما حضرتش المحاضره اللي فاتت. بس كده ولا كان في حاجه تانية؟ تانية وثالثه كمان. ايه المشكله؟ ما انا واخده بالي انه معجب بيكي، بس ياك بقى ما يكونش اعجاب متبادل. ولا يكون؟ اولا ده راجل مليان من الخير، ثانيا مش متجوز، ثالثا ليه ما كنتش انا العروسه؟ وعزت يا بنتي لو فوزي وقع عزت موجود. يا بنتي دكتور فوزي ده قد ابوكي. امال اتجوز واحد زي سمو حسن بتاعك ده ومين اللي هيصرف علينا احنا الاثنين ان شاء الله؟ المهم الحب. طب انت عارفه انا بحب محسن ليه؟ عشان مكافح ومتفائل ومؤمن جدا ان احنا حتى لو صدفتنا اي مشاكل هتتحل ان شاء الله وهنتجوز في الاخر. ايه كلام المسلسلات ده؟ بقول لكم ايه، كافحوا انتوا زي ما انتوا عايزين وسيبونا انا اخد واحد جاهز ومخلص كفاح من زمان. اوكي باي. بص انا هاخد ده اوكي وده وده كام يا مصر؟ لا يا دكتور كام ايه بقى؟ خلاص اللي تشوف حضرتك. بص خلص عندي محاضرات. عشان خاطرك يا دكتور 100 جنيه. اوكي بص المره الجايه عايز شويه شربات. ها اوكي سيبي. حلو قوي. كام دي؟ دي عشان خاطرك ب 40000. 40000 ايه؟ 40000 جنيه يا باشا. طب يعني حضرتك انا لو رحت دمياط الاسعار ما تكونش هناك اهدى شويه؟ انا بقول تروح دمياط وتسال بنفسك. سلام. ألف جنيه.
كده الفلوس اللي معايا دي ما تجيبش مولة السرير حتى. لا ده انا لازم اشد الحزام، بس اشد اكتر من كده اعمل ايه يعني؟ ده مصيبه سودة عشان اخش على امراه تدفع 40,000 جنيه. اوراقك كلها مظبوطه، احنا عندنا ليك كام شغلانه، يا اما في دبي يا اما في الكويت. يا ريت يا فندم. وده هيكلفني كام؟ في الاول هناخد منك 10,000 جنيه بس، وان شاء الله لما تجيلك الشغلانه هناخد 20,000 كمان، يعني 30,000 جنيه بس. بس ايه ده كتير قوي. والله هي دي اسعارنا، وعلى فكره لو حضرتك ما عجبتكش الشغلانه مش هنعرف نرجع لك ال 10,000 جنيه. شكرا، هفكر في الموضوع. هاي بوبي، انت فاضي؟ كنت عايزه اتكلم معاك شويه. دلوقتي مشغول، ممكن بالليل؟ 5 دقايق بس، مش هياخد من وقتك كتير. يا حبيبتي بقولك مشغول، هكلمك بعدين. اوكي باي، انبسطي في الرحله. بوبي انت لسه ما نزلتيش؟ قلت لك عايزه اتكلم معاك. مش اتاخري كده على الرحله بتاعتك؟ مش مهم الرحله، تتحرق الرحله. مروه في ايه مالك؟ من امتى بنتكلم بالطريقه دي؟ سوري بس لازم اكلمك قبل ما انزل. طيب ابعت الايميل ده ونتكلم. ها كنت عايزه تقول ايه؟ في ايه يا مروه؟ عاوزه فلوس؟ الموضوع بخصوص ايهاب اخو حنان صاحبتي، لو تقدر تكلم. الو ايوه، يعني ايه الشيك ما وصلش؟ لا 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 كلام فارغ، احنا بنلعب ولا ايه؟ لا 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 انا هتصرف مع الحيوان ده. سوري مروه I have to go. هنتكلم ها بعدين، هنتكلم بعدين. اصل محمود. نعم يا اسطى. هات لي مفتاح 10 وهات لي فرقه عشان نظبط التكات ديت. حاضر يا اسطى. بقيت اسطى انا. اتفضل يا اسطى. هفارم عليك يا محمود. ايهاب ولد يا ابن اللذين. ازيك يا سليم؟ ازيك يا ابو؟ وحشني يا ولد. انت كمان. الحاجه عامله ايه؟ طمنت عليها؟ اه الحمد لله، بس السكر تعبها شويه. يا اما تبطل سرمحها بقى وتقعد معاها شويه. يا ريت يا ايهاب، بس اعمل ايه؟ عندي شغل كتير وبسافر كتير. بركه فيك برضه. طبعا يا ابني دي زي امي. انما ايه يا عم الشقلطه دي؟ وايه العربيات الجامده دي؟ يا ابني ارحمني يا ابني، اخر عربيه ولعت. وانت عامل ايه؟ مش عارف فين دلوقتي. لسه في البنزين. معلش بكره تفرق. اسمع علي، انا لو سمعت عن اي شغلانه هتصل بيك. يا ريت يا سليم، بدل المرمطه اللي الواحد فيها. قول لسليم بير للسعوديه يظبط لك العربيه وخليها لك 100 100. حاضر يا اسطى. عربيه بقت زي الفل يا تكنو بيه. ده اسمه ابي سليم. ما انت اللي بلتني بقى ايام الجامعه. لا تحترمني يا اسطى شويه. احترمني يا اسطى. ايوه ماما. في ايه؟ طيب طيب هحاول. انت كويس؟ بقول لك ايه، انت وراك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. طب تعالى عايزك في مشوار. Bye.
كلمني على الحب. كلمني على نفسك. عارفه يعني ايه تبقي عايشه في بيت 500 متر مع اب مش حاسس بيكي؟ لا مش عارفه، عشان احنا يا اختي عايشين في حقوق بننام فيه فوق بعض، وابويا ده بقى بشوفه في الرايحه والجايه. انا بتكلم بجد، انا ببقى مخنوقه وانا لوحدي، عمري ما حسيت ان عندي عيله زي بقيه الناس، بس وانا مع ايهاب وعيلته بحس بامان، بحس اني مش لوحدي. خلاص انا هعمل معاكي ديل جامد قوي. انت تيجي تقعدي عندي شهرين تستمتعي فيهم بالجو الاسري الهادي اللي انا عايشاه، وانا اجي اقعد عندك عشان اعرف اركز واذاكر بقى والنبي. ايه يا ليلى في ايه مالك؟ اولا بسمع كلامكم، بس اللي اسمع بلاوي الناس تهون عليه بلويته. ازيك يا مروه؟ ازيك يا ايهاب؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا ايهاب. ايه انا ماشيه بقى عشان اشوف محسن، عايزين حاجه؟ لا مش سي. تيجي معايا؟ لا انا هقعد لوحدي. عايز اتكلم معاك. اوكي. تعبت من الرفض يا مروه، حاسس اني فاشل، ساعات بحس بالذنب ناحيتك اني سمحت لنفسي وحبيتك، وانا عارف ان ابوك عمره ما هيوافق عليا. لازم يوافق، ايهاب انت الحاجه الوحيده الصح في حياتي. وانا كمان انا من غيرك ممكن اموت. اخبار الاكل؟ انا ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا شايف الرجاله اللي بتشتغل، ممكن بقيه البنات. مروه جايه حالا يا دكتور. اولاد ايهاب ولا ايه؟ اه طبعا جه، ويقدر يسيبها محدده وما يقدرش يبعد عنها ثاني. مش عايزين اي مساعده مني ولا حاجه؟ لا الف شكر يا دكتور، ربنا يخليك. حنان حنان عندي كدي سن، البصل ده ممكن يخليك تعيطي. لا يا دكتور على فكره ده بصل اخضر ما بيعيطش. انا شايف ان هو ما بيعيطش برضه يا دكتور. حضرتك تقعد في الظل واحنا هنجيب لك اكل. طب بقول لك ايه، انا شايف ان احنا ناخد اكلنا ونخلع من هنا. اوكي يلا. طب انا هقعد هناك بقى. اتفضل يا فندم. اتفضل. علمي السماء. انتي كويسة؟ طب يلا عشان ما يلوش عليكي. ايه مالك في ايه؟ حنان، انت في حاجة بينك وبين الدكتور فوزي؟ أنا؟ حاجة ازاي يعني؟ يعني شايف نظرات ولمسات ودمه خفيف. لا يعني. عزت كله لا ده؟ أنت بتشك فيا؟ يا حبيبتي انا لو شكيت فيكي هتشوفي الوش تاني غير ده خالص. احنا ما شفتش فيكي ولا حاجه يا حبيبتي، بس هو الراجل ده ببصاته كده بيجنننا. يا حبيبتي انا بحبك. اسمعي بس، اي حاجه انت نفسك فيها اجيبها لك والله. عايزه معاك خلول. أبويا كان تاجر كبير، فجأة خسر كل حاجة، مات بحسرته، أمي ما استحملتش ماتت بعديه على طول، سابوني أنا لوحدي أشقى وأتعب عشان أصرف على نفسي وعلى جدتي. عشان كده بتخاف من الفقر؟ عارف اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ ايه؟ انك راجل بتعتمد على نفسك. عارف اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ انك بنت جدع ودايما واقفه جنبي. طب خلاص بقى، خايف من ايه؟ احنا جنب بعض اهو، بنحب بعض. وبعدين انت مخك كبير قوي، تفهم في مليون حاجه، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. حبيبتي انا عمري ما هخاف طول ما انت جنبي.
مالك يا بابا؟ ايه اللي مسهرك لدلوقتي؟ في حاجه؟ مفيش. مفيش ايه وانا مش عارفاك؟ في ايه؟ لازم اتجوز مره. هو ده اللي مسهرك؟ طب ومستعجل على ايه؟ عملت ايه في الشغلانه؟ رفضوا. ولا يهمك، بكره تفرج وتلم لك قرشين، بس استنى شويه على الجواز. ما ينفعش استنى، لازم اتجوزها. هو في ايه؟ يا لهوي، ليه كده يا اهاب؟ ليه؟ ده انت عندك اخت. انا ما ضحكتش عليها، احنا الاثنين بنحب بعض وكنا عايزين كده. بابوها هيوافق؟ مش عارف. ايه يا اهاب؟ خير؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير. في حاجه؟ يعني لازم بقى في حاجه عشان واحد يشوف ابوه. لا يعني عشان اصلك اول مره تيجي الصبح بدري. يعني كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. ها؟ تعال خش. فطرت؟ شبعان. ما تقول يا ابني وخلصنا. انا كنت عايز حضرتك في موضوع. يعني يوه، وانا عايشك؟ ما قلت لك قول. طب اقوم انا. اقعد انت. حضرتك عارف ان نهايتي صغيره. فهمت الموضوع باختصار. عايز فلوس؟ ايوه. روح قول لامك بقى تفك ايدها شويه. انا ببعت لكم كل شهر 500 جنيه. وهم ال 500 جنيه دول بيعملوا حاجه الزمان ده؟ دي هي اللي بعتها بقى. اسكت انت، ده موضوع خاص بيا. انا بحب واحده وعايز اتجوزها في اسرع وقت. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل للشباب اليومين دول. يبقى الواحد فيهم مش لاقي اللضة وراسه ألف سيف، لازم يتجوز وبعد كده ياخد مراته ويدور يشحت بيها. هو اللي يطلب مساعده ابوه يبقى بيشحت؟ امال انت عايز ايه؟ عايز سلفه. عايزك تساعدني زي ما اي اب بيساعد ابنه. انا ابويا ما ساعدنيش، انا عملت نفسي بنفسي، اشتغلت وتعبت وعرقت. اعمل لكم شاي. شاي ايه بقى؟ هو ماشي خلاص. انا نازله بقى يا ماما. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي، مع السلامه. الله يسلمك. باي باي. تتأخريش بعد الكلية، تعالي على طول، عندنا ضيوف. ضيوف من دول؟ عريس. عريس؟ عريس غني قوي من بلدنا، من الأعيان، سمع عنك وعن أخلاقك وجاي عشان يخطبك. هو محسن؟ الواد التلميذ ده لا يعرف يساعدك ولا هيقدر يتجوزك من أصله. ده انت حقيقتك تتغرطي في عيبك. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ حرام عليكم، محسن خطيبي. انتوا مش عارفين احنا بنحب بعض قد ايه؟ يالا أبوك عايز مصلحتك. مصلحتي ايه؟ انا مصلحتي مع محسن ومش مع حد غيره، ومش هتجوز حد غيره. واللي عايزين تعملوه اعملوه براحتكم. قلت لك يا سيد، البنت مش هتوافق، العيال بيحبوا بعض. وانا بتنيل انت كمان بلا حب بلا نيله. احلى صباح شربات على هلال حبيبتي. ازيك يا قمر؟ زي الزفت. ايه هذا مالك فيه؟ جابوا لي عريس من الاعيان. نعم يا اختي، جابوا لك ايه؟ معرفش بقى، اروح اتكلم معاهم. عريس ايه؟ يعني ايه عريس؟ مش فاهم. امال انا ايه ان شاء الله؟ روح اتكلم معاهم بقى. يا محسن، محسن، محسن رايح فين؟ روح اتكلم معاهم وشوف ايه موضوع العريس. عيان ايه يا هاله؟ ابوك ده وش عيان؟ وديني اللي اطلع اعزقه. بقول لك ايه، ابويا برضه. يوم اجيب لك عريس عليا يا هاله؟ ما انا رفضته، مش هقابل حد. تقابلي حد؟ ليه؟ هو كان جاي لكم ان شاء الله. الراجل شوكي فين؟ تعرفين منين قولي لي؟ ما اعرفوش، ده من البلد وعليه سمع عني. اسمع يا هاله، لو اهلك عايزين يجوزوك الراجل ده روح اتجوزيه. يلا كده برضه؟ الله يسامحك، الله يسامحك. يا هاله، يا هاله اسمعي. اسمعي يا مجنونه. هنعمل ايه؟ لازم اقابل باباكي. لو رفض يبقى نعمل اللي احنا عايزينه. انا مش صغير ولا انتي صغيرة، دي حياتنا. عزت، فوزي، عزت، فوزي.
الو دكتور فوزي. ايوه انا حنان. هو انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ ظروف شغل كتير والتزامات، السنين عدت وما حسيتش بيها. ولا ما لقيتش اللي تختفى؟ حنان مش ممكن انت شقيه خالص. جايز ده اللي جذبني ليكي لما شفتك اول مره، فكرتيني بالبنت الوحيده اللي حبيتها. شعرك، حكيتك، عينيكي، يا ربي كلها انت. متجوزتهاش ليه؟ اهلها يا ستي غصبوها تتجوز واحد تاني، واحد جاهز، جوزها وسافرت معاه. لما شفتك حسيت كده انها رجعت لي تاني. لا تسكي تسكي، ممكن تردي، مفيش مشكلة، خد راحتك. الو انت فين يا حنان؟ انا مستنيكي بقالي اكتر من ساعة، انت مش معاد مع واحدة الساعة 2 الوقت. انا مش هقدر اجي، اصل انا بتغدى مع واحدة صاحبتي. نعم، طب اتصلي قولي انا مش جاية، سايباني ملطوعة اكتر من ساعة في الشارع. انا مش هقدر اتكلم كتير، اصلها كانت بتحكي لي عن موضوع شخصي، هتكلم اول ما اخلص. اوكي بس عايز اشوفك ضروري عشان وحشتيني، وكمان عشان عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ موضوع دمياط، احنا قررنا غيره. طيب بعدين. طيب طيب، سلام سلام. باي. بحب بنت مجنونه. دي ماما، اصلها كانت مستنياني على الغدا. اه ماشي، لا لا اوكي مفيش مشكله، بس طبعا ما قدرتش اقول لها ان انا معاك. اه طبعا مفهوم طبعا. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انت حلوة قوي. الدور الرابع شقة 9. عارف جيت هنا قبل كده. انا هلف لفة من ساعة ونص كده وارجع لك، مش هتأخر عليك. اتحكي كده وخلي وشي بشوش، انت مش جاي تعزي. حاضر. لا ابدا، دي حاجه بسيطه ممكن اعملها لك، بس راجع القرض في ميعاده لان اسمي هيكون على خطاب الضمان وهو كذلك. طيب مع السلامه. مع السلامه. انا اسمي ايهاب منصور. ايهاب منصور. انا ابقى اخو حنان زميله مروه بنت حضرتك. حنان. اه مروه قالت لي. أنا جاي أطلب من حضرتك إيد الأنسة مروة. آه، ويا ترى حضرتك بتعمل إيه؟ بتشتغل إيه؟ أنا خريج كلية هندسة بتقدير جيد جدا، وحاليا بشتغل في محطة بنزين. محطة بنزين؟ حضرتك عارف أزمة الشباب، مفيش شغل. آه مفهوم، ولو إنه سؤال سخيف بس ماهيتك كام؟ 200 جنيه. تعرف مروة مصاريفها قد ايه في الشهر؟ اكيد كتير يا فندم، بس انا عندي امل ان انا اسافر اشتغل بره واكون نفسي. ارجوك توافق ولو حتى على خطوبه في الوقت الحالي. شوف يا استاذ ايهاب، الجواز عاوز فلوس، وفلوس كتير، عفش وشقه ومصاريف، وانا مقبلش وما اظنش انك انت برضه تقبل اني اصرف على جوز بنتي، وده اللي هيحصل لاني مش هسيبها تتبهدل. لو كانت مروه بنتك كنت هتوافق تجوزها لواحد في ظروفك دي؟ انا برجوك توافق، احنا بنحب بعض، ادينا فرصتنا وصدقني مش هتندم. باباكي رفض يا مروه، رفض وعنده حق. لا ما عندوش حق يفرق بينا ومش هيفرق بينا. انا اسف يا مروه، كنتش المفروض نعمل كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا ايهاب؟ انا اسف ايهاب. ايهاب ماشي خلاص خلاص، انا هجي لك على الكلام. لا والله ماشي. طيب هكلمك تاني. اوكي مالك يا طفي؟ زي الزفت. ليه اللي حصل؟ انا بتسيبني يا سليم.
انا مش طايق نفسي. هسيبك ازاي يا ابني وانت كده؟ ما تتكلم يالا في ايه؟ رحت اطلب مروه من ابوها رفض. طب بقول لك ايه؟ تعالى معايا ما تنامش وانت كده. هنروح على فين؟ كلاب اللي انا بشتغل فيه. جو حلو. تعالى يا ما تنحش يا. يلا اركب. تحبيها بيضة؟ انت اتهبلتي؟ ايه الواد اللي انت بعتيهولي ده؟ ايه خلاص؟ مفيش عندك اي نوع من التمييز؟ ما انا حاولت اقول لك مليون مره وانت عمرك ما سمعتني. ما تغيريش الموضوع، انا بقول لك اهو مش عايزك تشوفي الولد اللي اسمه ايهاب ده بعد كده، ومفيش مذاكره عند حنان. ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش اسيب ايهاب، احنا بنحب بعض. وعشان بتحبوا بعض تربطي حياتك ومستقبلك مع واحد زي ده؟ ده مش حب، ده كلام فارغ. شوفي يا مروه بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، انا مش عايز اسمع سيره الولد ده بعد كده. خلاص انتهى الموضوع. Watch your back cause you might get smoked up. And pass the blood. It's very low key. Big kill cause you lost all your homies' blood. Now call it what you want to. You fucked with me. Now it's a must that I fuck with you. بس انتي مش شايفه انه غير شويه؟ بالعكس ده نوع جديد جه مع سليم. نايس، خليه بقى يعرفه علينا. سليم ازاي؟ مين ده؟ واحد صاحبي. ليه؟ تعال عرفني عليه. بقولك ايه، ده غلبان فكك منه. انت مالك اليومين دول؟ بقول لك تعالى وعرفني عليه. صاحبي. ما يا صاحبي من حد. هاي يا اهل. ايه ده؟ انت بتشرب بيرة؟ فاش. مات؟ هات الازازة بتاعتي. اسمح لعب؟ سليم، روح انت. الاغنية هتخلص. اتأخرت كده ليه؟ أصل سلامته كان مبلبع حباية. يعني اتبسطتي؟ خد اتبسط. مش هتاكلي؟ أكلت في الفندق. عبطوكي؟ خد. طب خلي حبة معاكي. مش عايزة. طيب. هو احنا رايحين فين؟ عند مايا. مش عزمتك قبل ما نمشي؟ ايه عزمتني؟ انا مش فاكر. انا ممكن اروحك. لا. لو تعبان يعني. انا مش فاكر قوي يا سليم انك خرجتني. انت صاحب كويس. بس اخر رحلة كانت تجنن. لازم هنعملها تاني. تشيرز. كنت هزعل منك قوي لو ما جيتش. ميرسي يا سليم. تعالى بقى اعرفك على شخصية مهمة جدا. اعرفك بقى بإيهاب صاحب سليم. ازيك يا إيهاب؟ رمزي شريكي. تشرب ويسكي برضو؟ مرة واحدة كده؟ خدت على كده بقى. أنا المرة دي أكتر؟ والأستاذ إيهاب بقى بيشتغل إيه؟ حالياً أنا موظف في بنزينة، يعني لحد ما ألاقي شغل. معقول؟ واحد زيك بيشتغل عامل في البنزينة؟
وكمان بيدور على شغل؟ دول أصحاب الشغل هم اللي يدوروا عليه. اه يلا شوفتهم بعدين. طيب انبسطوا. إيهاب فين يا حنان؟ بكلمه على الموبايل ما بيردش. مش عارفة يا مروه، لسه مرجعش. هو في ايه؟ هقولك بعدين، بس أول ما يجي يكلمني. مش هنام لحد ما يكلمني. طيب اوكي هقوله. باي. ها ايه رايك؟ هايلة. ايوه سليم، هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه. هو انا روحت ازاي؟ انا اللي روحتك. مفيش حاجه حصلت، كنت سكران. بس في حاجه حصلت يا سليم. انا فاكر اني يا اخي بقولك مفيش، انت كنت سكران. اوكي اشوفك بعدين. تاكل يا محسن. كل يا حبيبي ما تتكسفش.
مكتوم طول القعدة. مش كفاية لك عايز يعمله؟ طب ايه يا محسن؟ انت هتفضحنا قدام السواق ولا ايه؟ على جنب هنا يا اسطى والنبي على جنب هنا يا اسطى. حاضر حاضر يا بيه بس اعرف اركن. حاضر ثواني ثواني. الباب ده ما بيفتحش ولا ايه؟ استنى ساعة البيه هفتح لك اهو. وايه الموضوع بالظبط؟ انت كنت حابسنا ولا ايه؟ لا يا بيه اصلك مكسورة والاخرى اللي طلع لي وصلت 100 جنيه دلوقتي. 100 جنيه؟ ليه يعني؟ ويا ريت لقينا يا سعادة البيه. طب اسمع. ادي 120 جنيه والاكرة دي لازمة. بس انا محتاجها برضه يا سعادة البيه. كمان 10 جنيه اهي ها؟ اتكل على الله. شكرا يا سعادة البيه. حتة البتاعة دي ب 130 جنيه؟ ليه ان شاء الله هتعمل بيها ايه دي؟ هعمل بيها ايه؟ هفهمك بعدين تعالي. مالك يا ريلي؟ شكلك تعبان. اه اصلا ما بنامش كويس اليومين دول. ولا انا ولا انت. طب ما تاخدي اجازه من شغلك في الفندق لحد ما الامتحانات تخلص. ما ينفعش، محتاجه فلوس، اخواتي مصاريفهم كتير قوي. ازيكم؟ ازيك يا هيب؟ ازيك يا كابتن؟ عايز اتكلم معاكي. مش هينفع نستنى اكتر من كده، لازم نتجوز بره. طب وبابي؟ احنا عملنا اللي علينا وحاولنا ناخد موافقته، هو اللي مرضيش. انا من غيرك هضيع يا مرة. انا مش موافق على اللي بيحصل ده. المفروض يتجوزوا رسمي. يبقى رسمي تجوز العرف والقرف ده. انا حاولت اقنعهم وهم دماغهم كده. انت كمان الاستاذ عايز اديها الورقتين عشان تحس انها حره. حره؟ وهي وافقت على الكلام ده؟ وافقت. بقول لك ايه، اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه امضي لي هنا. ايهاب مروه اتفضلوا اخرج. مبروك يا ريس. طب ما يمضوا. لازم تعرف ان الاعلان جزء مهم من اركان الجواز العرفي. يعني يعني لو حد سالني مش هداري. مش هداري وندم من غير ما حد يساله. هيسيح لكم هيسيح لكم. طمنوا. مبروك يا عروسه. خلي بالك من الورقه دي. قومي يا عزت نجيب الشربات. قوم قوم قوم. مبروك يا بابا. مبروك يا مارو. اتبعتي ليه بس يا مروة؟ كان نفسي ماما تكون موجودة في يوم زي ده. كان نفسي ألبس فستان الفرح وهي اللي تلبسه لي. مش هخافي ما تزعليش. احنا لسه بنبتدي حياتنا. مساء الخير. بابا في واحده اسمها مايا كلمتك كذا مره. لو اتصلت تاني قول لها مش موجود في اي وقت. مين مايا؟ دي واحده كده صاحبه سليم. ايه انت كويس؟ ما كفايه بقى، ما تسيبيه في حاله. انت محموق كده ليه؟ هو ده اول واحد؟ بس ده صاحبي وقلت لك انه ملوش في الجو ده. اهو بقى ليه. وبعدين انت مقفرها ليه؟ ده شغل وده اللي بيصرف عليا وعليك. ولو ما روحتش تجيبه انا هروح له وهقول له صاحبه الانتين بيعمل ايه. انتي كويسه؟ في ايه بسالك انتي كويسه؟ اصل عمرك ما سالتني السؤال ده يا بابا. مش واخد بالك. انا كويسه. وازاي صاحبتك حنان بتشوفيها؟ اكيد مش معايا في الكليه. واخوها ايهاب بتشوفيه؟ لا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا سمعت الصلاه على النبي، انت السيطره هنا كلها تحت امرك. بقول لك يا اسطى، تعرف تخلط لي اكره زي دي؟ بس دي هتاخد شغل جامد قوي يا اسطى. البركه فيك، انت كل في الكل هنا. ماشي. اصل حسين
اصلحتين اؤمر يا اسطى. تعرف تخرط لي واحده زي دي؟ صراحه هو صعب بس حاول يا اسطى. يلا توكل على الله. امرك يا اسطى. وصلى على النبي كده، هتكلفني الحته بكام؟ 90 جنيه. 90 جنيه يا حاج؟ تتباع في السوق 100 جنيه. يعني انت لاقيها اصلا في السوق؟ بقول لك يا حاج من الاخر كده، 100 حته والحته 50 جنيه. قلت ايه؟ استبينا. قول مبروك. بقول لك يا عم، الست دي شكلها مش مظبوط، وانا ماليش في الجو بتاعكم ده. وبعدين انا خلاص اتجوزت. اتجوزت؟ مروة؟ معلش، اصل الموضوع جه فجأة كده، ودي عايزاني في ايدي. شغل؟ شغل؟ بجد والنبي؟ هتشغلني ايه؟ مش عارف. قابلها. لو ما عجبكش الشغل، ارفض. اوعى تكون عايزة تشغلني دي جي زيك. انت طول يا اسطى. ازيك يا طارق؟ قاعدة في الهلومة دي لوحدها. أهلا أهلا، إزيك يا إيهاب؟ إزي حضرتك؟ بقى عشان أشوفك لازم أصطص مع سليم؟ لا إزاي؟ أنا بس الفترة اللي فاتت دي كنت مشغول شوية. كنت فاكرك بتهرب مني. معقول؟ ده أنا كنت لسه بقول لسليم أنا بعز حضرتك قد إيه، مش كده يا سليم؟ آه صح، لسه قايل لي كده دلوقتي. طيب اتفضل، ثانية واحدة. خدي اهل دول 10,000 جنيه مبلغ تحت الحساب. حساب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. شو جابوا لك رمز ودول تحل بيهم كل مشاكل، وهتبقى تقسطهم من مرتبك لحد ما يحضر لك العقد بعد يومين ثلاثه. مش تقولي له هشتغل ايه الاول؟ طب مش انت تجيب حاجه لإيهاب يشربها الاول؟ هنا يعني ممكن اعرف اشتغل ايه؟ هتشتغل مع رمزي طبعا، ده رجل اعمال كبير وعنده 100 شغلانه وشغلانه، وكلها يومين ثلاثه ويرجع من السفر. ممكن بقى تنزلي هنا؟ الحقيقه ده كتير قوي، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انت تستاهل اكتر من كده يا ايهاب. معلش بقى هلو، ايه يعني لما مد ايدي على الحصال؟ انا حاسس ان شاء الله المشروع ده هيبقى فاتحه خير علينا. لولا اني عارفه انك شاطر ما كنتش اديتهم لك ابدا. يا بنتي انا حاسس ان هو ده اللي هيعمل لنا النقله الكبيره اللي بنحلم بيها. ماشي يا حبيبي. انت رايح فين بقى؟ مش تفهمني؟ مفاجأة. هو النهارده يوم المفاجآت؟ خرجت من الجامعة لقيتك في وشي مفاجأة، خطفت مني المفاتيح وأصريت تسوق عشان انت اللي عارف السكة مفاجأة، ودلوقتي مش عايز تقولي رايحين فين عشان تبقى مفاجأة. هو في ايه بقى؟ مش قلتلك مفاجأة؟ خبر زي ده مش مفروض تقوله لي اول ما تشوفني؟ المهم اني قبضت واجرت الشقه وبقينا لوحدنا. حنان عزك، ازيك؟ وحشتيني. انت فين؟ انا كنت في المحاضره. انا النهارده جاي عازمك على الغدا عند ابو سيد الدمياطي، وبالمناسبه دي نتكلم على العفش. اصل انا مستعجله قوي، عايزه ورايا مذاكره قد كده. بص انا هاكل في البيت وبعدين اقعد اذاكر شويه ونبقى نتكلم. انت قصدك تقولي يعني اللي انا معطلك على المذاكره ولا ايه؟ ما قلتش كده يا حبيبي. طب على العموم جاي اقول لك ان انا ربنا كرمني وحوشت قرشين حلوين نعرف نجيب الدبلتين والمحبس. قصدك ايه؟ قصدي انا عايز ميعاد مع الست الوالده ومع ايهاب عشان نلبس الدبلتين ونقرا الفاتحه والموضوع يبقى رسمي. انت مستعجل قوي. مستعجل؟ بحب. بص خلينا نتفق على حاجه، اوكي؟ احنا ناجل كلام في الموضوع ده خالص لغايه ما الامتحانات تخلص.
عشان لازم نركز. انت ما ينفعش تسقط السنه دي. لا ان شاء الله مش السقوط ولا حاجه، ان شاء الله هنطلع من الاوائل. اصلك لو سقطت السنه دي هتبقى نكته، هتبقى رسمي اكبر واحد في الكليه. شفت الساعه بقت كام؟ اخرتني، اخرت قوي. هروح واكلمك بقى. اوكي باي. الحمد لله. كويسة؟ هنروح فين؟ فين هتكون انت عايزها؟ صباح الفل. صباح الفل، اتفضل. الله يخليك. محل تحت امرك. انا دخت في السوق عشان الاقي الاخرى، مش لاقي منها خالص. الاقيهاش عندك؟ لا والله، دي مفيش منها، لا قديم في الوكاله ولا جديد في السوق. ها؟ لا راجل. واللي جيب لك منها؟ هي شكلها جديد. عندك منها؟ عايز كام؟ ده انت جاهز بقى. بؤمر. هناخد في الاول 20 حته، وبعد كام يوم عدى عليا اقول لك ايه الحاله. انت مش تقول لي بس هتاخد مني الواحده بكام؟ 60 جنيه. انت لسه بتقول مش موجوده في السوق. ب 80 جنيه وهتاخد مني 100 حته. قلت ايه؟ متفقين. مين يا ماما اللي مد ايده على فلوسي تاني؟ ساكته ما بترديش ليه يا ماما؟ معلش يا هاله. اصل ابوكي اتزن تاني؟ تاني يا بابا؟ حرام عليك، انت عارف ان دي فلوس محسن اللي محوشها معايا. حرام عليك بقى. هعمل لك ايه يعني؟ ما انت عارفه كبير وغطاه. لا كبير ده بقى لازم يشوف له غطا غيري. انا زهقت خلاص. وبعدين انتوا اللي عارفين تجوزوني ولا سايبيني اجوز نفسي؟ حرام عليكم. ما احنا جبنا لك عريس مريش كان هيشيل عنك وعنا الفقر. معلش يا هاله، ده انا حاسباهم بالمليم يا حبيبتي، ده انا حتى كاتباهم، وان شاء الله قريب قوي ابوك يقدر يرجعهم لك. هيرجعهم لي منين ان شاء الله؟ هيزودوا له مرتب ولا ايه؟ ربنا يسمع مني. يا ربنا انتوا عينك جيب ورا. ايه رايك ده؟ وحش؟ لا. شوف ده؟ انت عارف انت عارف ده؟ ده؟ اه. اوكي. اخده؟ اه اوكي. حط شويه ما تبقاش بخيل. حك بقى. هي الحلقه عندكم بكام؟ 50 جنيه. طب حط شامبو كمان. دي ولا دي؟ كويسه. دي. دي كمان. السلام انا شفت الفيلم ده قبل كده. بطلي كدب وقولي مين اللي جايب لك الحاجات دي. دكتور فوزي عايز يتجوزني وانا موافقه. ارتحتي؟ لو عايز يتجوزك يجي قابلني ولا قابل اخوكي. لسه بنتعرف على بعض. وعزت اللي بيحب كرامتي ده شريكي. شاريني؟ شاريني بكام؟ انا مش عايزه اتعذب في حياتي زيك. فوزي راجل جاهز وعزتك ما عنديش استعداد اقعد جنبه سنين على بياجر. طلع على ابوكي ما يملاش عينك الا تراب. اسمعي الحاجات دي ترجع له، ولو عايزك صحيح يجي قابلني ولا قابل اخوكي. مش يمكن بيضحك عليكي؟ انا ما حدش يعرف يضحك عليا. وبعدين هو فين اخويا ده؟ ما هو عايش وشاف حياته خلاص. على فكره اتجوز مروه عرفي. هو ما قالكيش؟ انا نازله. ما تاخريش. ها بابا انت عارف اني بروح اذاكر عند اصحابي. ما تخليهم يجوا هنا يسافروا معاكي. معلش لو اتاخر هكلمك. طيب عايزه فلوس؟ لا باي. اه عايزه 200 جنيه. Thank you.
شيف مرة طبخنا ايه النهارده؟ مفاجأة، هتاكل صوابع كرة. اسمها ايه بقى المفاجأة؟ اسمها فاهيتا. فاهيتا؟ مهون عليك تعملي فيها كده برضو؟ ايه العك اللي انت بتعمله ده؟ حلو قوي. عارف؟ مامي كانت بتقول الست عمرها ما تحس انها متجوزة الا لما جوزها ياكل من يدها. بجد؟ كانت بتقول ايه كمان؟ حضر السفرة، الاكل هيتحرق. الو، ازيك يا ايهاب؟ انا رمزي. ايوه استاذ رمزي، الحمد لله على السلامه. انا عايز اشوفك النهارده الساعه 8. النهارده الساعه 8؟ تمام، هستناك. تحت امرك. سلام. اسمع يا ايهاب، انت كنت عايز تعرف ايه الشغلانه اللي هتشتغلها معايا؟ اه طبعا، يا ريت. عارف الافلام اللي بيسموها ثقافيه؟ مالها؟ هي دي اللي احنا هنشتغلها سوا، انا وانت. مش فاهم. انا هفهمك، يعني انتوا الاثنين هتناموا سوا وانا هصوركم ببيعها بره، عليها طلب كبير قوي. ايه؟ في كل مره هديك قد اللي انت خدته. الشغل ده بينزل على الانترنت بس مشفر، يعني محدش هنا هيشوفه خالص. انتوا اكيد اتجننتوا وما لقيتوش غيري. انا استحاله اعمل كده. ما انت عملت خلاص وصورناه. تحب تشوف ولا تتكسف؟ انتوا ازاي تعملوا كده؟ دي جريمة. ليه بتقول كده؟ ليه ما تقولش ان ده بيساعد الناس ويعلمهم علشان يقدروا يحبوا بعض اكتر؟ اكيد اتفرجت على افلام زي دي قبل كده. عمرك فكرت انها جريمة؟ شوف يا اهل، باختصار يا حبيبي هم 3-4 شهور ومش هسيبك الا لما يبقى عندك شقه تمليك وعربيه وفلوس في البنك. انا هوديكم في داهيه، هبلغ البوليس. وهتقول لهم ايه؟ قصدنا عليك تنام معاها بالعافيه؟ انا قلت لك هم شهرين وتبقى عايش ملك ويبقى معاك فلوس كتير. مش عايز فلوسكم الوسخه دي. انا هرجع لكم ال 10000 جنيه اللي خدتهم. قصدك ال 100000 جنيه؟ انت ماضي على وصل امانه ب 100000 جنيه. ايه؟ قصدك مضيت وانت مش داري. كنت ملهوفة على الفلوس. فكر كويس يا إيهاب، دي فرصة كبيرة. ولو مش عاوز اديني يا سيدي 100000 جنيه واديك الشريط بإيديا. انت ازاي تعمل فيا كده؟ وانا قلت لك تروح تنام معاه. عايز تقنعني انك ما كنتش تعرف القرف اللي هما بيعملوه؟ اعرف منين؟ انا شغال عندها دي جي. انا مش مصدقك يا سليم، ازاي تعمل في صاحبك كده؟ انا لازم ابلغ البوليس. ايهاب، ايهاب اوعى يا ايهاب، الناس دي مش سهله، لو بلغت البوليس هيأذوك صدقني. يعني عايزني اشتغل معاكوا في الدعاره؟ مش احسن من عامل في بنزينه؟ يا خساره يا سليم، ما كنتش اعرف انك بقيت قذر كده. ازاي تتجوز من غير ما تقول لي؟ وكمان عرفي ترجع يحصل كده في اختك؟ حرام يا ابني حرام. واللي بيحصل فينا ده مش حرام؟ الشباب اللي مترمي في الشوارع لا عارف يشتغل ولا يتجوز ولا يعيش رجولته مش حرام؟ ما فكرتش في ابوها؟ ما فكرتش فيا؟ ابوها ما وافقش، ولو كنت قلت لك ما كنتش هتوافق. وبعدين ايه الفرق؟ مش الجواز اشهر؟ ادي الناس كلها عرفت. انا كنت عايزه افرح بيك بس بقول لك ايه، اول ما ربنا يفرجها عليك تتجوزها رسمي واعمل لكم فرح كبير خالص. اضحك بقى، مش خلاص ولا في حاجه تانية؟ مفيش. ايه ده عزك؟ اللي جابك هنا؟ مش في ميعاد عشان اوصلك الجامعه؟ حق عليا اللي عايز ارحمك من زحمه المواصلات. ما قلتليش، ايه رايك؟ حلو اللبس ده؟ حلو قوي، بس انا مستعجله. ايه رايحه فين يا حنة؟ عندي مشوار كده. لا مشوار ايه؟ ده انا عازمك على فنجان قهوه من 30 جنيه في الاوتيل اياه. معلش يا عزت، خليها مره ثانيه. مالك انت؟ حاسه ان انت متغيره؟ ولا متغيره ولا حاجه، عادي يا عزت، بقول لك عندي مشوار مهم، عادي. باي باي، هبقى اكلمك. طيب
ازيك؟ ازيك؟ اتأخرت عليك؟ لا سكين مفيش مشكلة. معلش. كده برضو حلال؟ تعملي في انا كده؟ ده انا بحبك. بس انت برضو معاك حق. انا اللي طلعت من توبي. عايز ادخل في سوق عايز النسوان. خضتني. جبت الفلوس يا قمر؟ محسن بابا خدني الفلوس اللي احنا محوشينها. يا نهار ابوك اسود، انت بتتكلمي جد؟ بس بقى بس ما تعليش صوتك، بلاش فضايح. فضايح؟ انت ايش شفت فضايح؟ مالك دول ايه؟ ما بيحسوش؟ مش عاملين لي اي حساب؟ مره يجيبوا لك عريس عليا، مره ياخدوا الفلوس بتاعتي. يعني انا شقطه بيطلع عين امي في الاخر هم يطوشوا الفلوس؟ ادي لك شويه حراميه. بس بقى عيب كده، كفايه بقى، حرام عليك. انا هلاقي منك ولا منهم. خلي اهلك ينفعوكي، انا تعبت. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ انا خلاص موافقة على العريس اللي انتوا جبتوني. طب ومحسن؟ طبعا مش ده اللي انتوا كنتوا عايزينه. اهو حصل. ربنا يكملك بالعقل يا بنتي. مالك يا ايهاب؟ ايه اللي مضايقك؟ مخنوق شويه. في حاجه؟ عايز اشم شوية هوا. حسام تعالش من الباشا. ايه انا عايزك؟ عايز مني ايه تاني؟ ما تسيبني في حالي بقى. عايز اتكلم معاك يا ايهاب. انا بقى مش عايز اتكلم معاك. يلا احنا اصحاب. يلا في ايه يا ابني؟ كنا اصحاب. تعالى معايا دلوقتي. انت من سكه وانا من سكه يا سيدي. تعالى معايا. امشي من هنا بقى. اتفضل. هما كلمتين وماشي. حضرتك ما تعرفش الموضوع اللي بيني وبين حنان؟ لا. موضوع ايه؟ المفروض انا وهي نتجوز. لا ما اعرفش. ليه يا دكتور؟ هي ما قالتلكش وهي معاك في العربية؟ انت عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ انا وحنان بنحب بعض من 4 سنين ومتفقين على الجواز. تفتكر يا دكتور هي بتحبك انت؟ لو ما بتحبنيش كانتش وافقت انها تتجوزني، ما كانتش ركبت معانا العربيه. مش انت شفتنا؟ شفتكم. انا اسف للازعاج ومبروك. بتعمل ايه هنا؟ كنت ببارك للعريس. عايز اوعى تكون ضربته.
مبروك. الله يبارك فيك. احنا هيزيدنا شرف والله العظيم. اوعدك اني اسعدها. الله يخليك. الله يخليك. لا نشرب الشربات ده. اتفضل. مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. تغلبها بالمال وتغلبك بالعيال. اتزغرات يا وليه. سلم على عريسك. مش هسلم على حد. بس حبيبتي ايه بالراجل في بيتك بيقول علينا ايه؟ انا اتفقت معاه ان كتب الكتاب والدخله بعد ما تخلصي على طول. شوفي الراجل ذوق ازاي. ده انا جزء من المهر. هو عارف ظروفنا. قصدك العربون. اخص عليكي هلا ما تقوليش كده. وما اغسليش اخرجي سلمها لي وبعدين يبقى يحلها لي الف حلال. ماشي. انا هقوم اسلم عليه. بس الفلوس بقى اللي خدتها من محسن ترجع له. دي امانه بقى ولازم ترجع لاصحابها ولا ايه؟ طيب يلا يلا. هلا. انا اسف. كان غصب عني والله. ما قدرتش استحمل. هلا انت عارفه انا بحبك قد ايه. عشان خاطر ما تزعليش مني. وبعدين فلوس هي فلوس. عارفه مفيش فرق بينها. الحق يا وحش. ده بترفعتي كلها. يا عم سيب الحاجه يا عم سيب الحاجه. وحشتيني يا هلا. سلامتك. نفسك. متبقاش تقلع عادي. لسه غدة واقف مستنيكي بره عشان اوديكي الفندق. قولي ان شاء الله نخرج النهارده. تعبانه. طيب خير يا حاجه. هي مالها؟ تعبانه شويه. طب استاذنك في شويه شاي لغايه ما ابص عليها. من عينيا. خير. بيقولوا تعبانه. في ايه؟ رايك ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ ده الموسم بدأ وعندنا شغل كتير. خلاص بقى كفايه. حرام عليك. ما بقتش قادره. تعبانه وقرفت من نفسي. خلاص بقى حرام عليك. كفايه بقى. كفايه. نعم يا روح امك. انت فاكره نفسك شغاله في الحكومه يا بنت تبلطجي زي ما انت عايزه؟ لا فوقي. ده الولايه كنت ضعتي وجعتي انت والمحاريس اللي بره دي وامك. اسمعيني كويس قوي. وشرف الغالي عندي. اعمل لك فضيحه بكلاجل. في الحته وفي الجامعه واقول لهم بقى بتصرفي منين وجبت اللبس ده منين. فهميني كويس والا هسيح لك سياح ما حصلش. مستنيك بكره الساعه 12. ابقي ما تجيش.
تخافيش هنبسط كلنا. هو عنده ايه يا دكتور؟ بنتي ما تزعليش، هو عنده ازمه قلبيه حاده. يا نهار ابوك اسود، صورته انت نايم مع واحده ست وهينزلوا الشريط بره على النت كمان، يعني فضيحه بجلاجل. استغفر الله العظيم يا ابني، في حد يعمل كده؟ انت وديت نفسك في داهيه يا ايهاب. تفتكر ابلغ البوليس؟ كده يبقى فضحت نفسك اكبر فضيحه في حياتك. صورك هتملى كل الجرايد ومراتك هتسيبك، ده غير ان عيلتك كلها هتتجرس. طب ايه الحل؟ انت تعرف البيت ده فين؟ اه خلاص، احنا نروح برابطه المعلم نطحنهم ونجيب الورق والشريط ونرجع. يا اخي بقى بطل بقى شغل الفتوانه بتاعك ده، انت محامي انت. اسمع يا هاب، احنا نلم ال 10000 جنيه دي وتروح للست وتحاول باي طريقه تجيب منها الشريط والورق، فاهم؟ وانا معايا 4000 وانا هدبر لك الباقي ما تقلقش. آسف يا حنان، مش هقدر أساعدك. أنا ما ينفعش أتجوز كده، هظلمك معايا. لسه صغيرة، محتاجة الراجل تعيشي معاه يعني حياة طبيعية. على فكرة عزت ولد كويس، هو هيقدر يساعدك. ايوه اللي جابك؟ أنا آسفة، أنا عارفة إني غلطت وعايزك تسامحني. إيه يا عروسة؟ الجوازة باظت؟ جاية للستيب؟ لا يا عزة، أنا لسه بحبك، عارفة إني حسبتها غلط، بس أنا مبقاش لاقي حد غيرك. عزة أنا بحبك.
ناس والفيلا دي بس. استاذنك بس يا استاذ استناني ربع ساعه. ربع ساعه دي لا مؤاخذه يعني، على حساب مين؟ على حسابي برضه. خلاص اذا كان كده خد راحتك. فهمني انت جاي تهجر مشجع مخدوم زي اللي يكون شاف عفريت، وايه الدم اللي على ايدك ده؟ مفيش مفيش، بقولك اطلع بسرعه بسرعه. على فين؟ فهمني انت عملت ايه جوه؟ ما عملتش حاجه. بقولك اطلع يا ابني، فهمني عملت ايه جوه؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ها فهمني يا بوليس يا بوليس. البوليس قبض على المتهم، هو تقريبا سنه 25 سنة. رحلة سعيدة. واحد صاحب اسمه سليم تيفني كان بيشتغل عندها دي جي، هو اللي عرفني عليها. طب ورحت لها امبارح ليه؟ كنت مستلف منها 10,000 جنيه وكاتب على نفسي وصلة. عشان كده قتلتها؟ ما قتلتهاش. والفلوس دي؟ ناس صحابي كانوا مسلفينهم لي. اسمهم ايه صحابك دول؟ يا باشا لو عكرتيني والله ما بتاع. يلا يلا يا باشا روح المخزن عندي. بعدين معاك كده ما تخليش انا جاي لك ان شاء الله. يلا يلا تعالى انما انت تاخد الدواء. ها يلا امشي يلا يلا حكيت لي بقى كده بقى. على فكره انت بتقول ده غلط. انا امشي انا انت مش قانون اللي انت بتعمله ده. يا ريس احنا لمينا الفلوس من بعض وادناها لإيهاب عشان يقدر يجيب وصل الامانه اللي عليه، وكمان الشريط اللي هيوديه في 60 داهيه ده. شريط ايه؟ شريط ايه؟ اصلها صورتني وانا نايم معاها وهددتني بشريط او ادفع لها 100,000 جنيه. اتفضل. يعني ما كنتش تعرف انها بتصطاد الشباب وتصورهم هم ها نايمين معاها؟ لا يا فندم، انا كل علاقتي بيها اني بشتغل عندها دي جي وبس، ما اعرفش حاجه عن علاقاتها الشخصيه. مش انت اللي عرفتها على ايهاب منصور؟ ايوه، ايهاب كان محتاج لشغل بس ما كنتش اعرف انها هتصوره وتهدده بالشريط. تعرف رمزي رضوان؟ مدير اعمالها. تعرف هو فين دلوقتي؟ سمعت انه مسافر المانيا. اخر مره شفتها امتى؟ في الكلاب من يومين. نهار اسود، جابت الشباب ده كله منين؟ بطلع وحشة يا فندم. لا لمهم لي كلهم. قام يا فندم. اطلع معانا. فهمونا يا جماعة في ايه؟ في ايه؟ فهموني طيب في ايه؟ قررنا نحن وكيل نيابة عابدين في القضية رقم 65 بتاريخ 20/6/2008 الآتي: إخلاء سبيل كل من محسن محمود وعزة أيوب وسليم حجازي بضمان محل إقامتهم. إخلاء سبيل كل من هاني أحمد وحسني محمود وماجد علي بضمان مالي قدره 500 جنيه كل منهم. يحبس المتهم إيهاب منصور 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في المعاد.
والله العظيم ما قتلت حد. والله ما قتلتها. اتكلم يا عز. انا والله يا عز. انا كده عارف ان انا يا جدعان. اتكلم يا عز. اتكلم يا محسن. مش هقول ان انا قتلتش. انا كده يا عز. ما قتلتش حد خالص. بس فين؟ ما تقولوني فين ما قتلت هناك. والله يا فندم ما قتلت حد. عزاء. مين اللي بيخبط كده؟ قوم يا محمود شوفني. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا رامي؟ في ايه؟ ايهاب اتقبض عليه. متهم في جريمة قتل. قتل؟ مروة، مش هو ده ايهاب اخو حنان؟ مروان يا إيهاب اسمعيني، أنا هربت. صدقيني يا مروان أنا ما قتلتش حد. نفسي صدقك بس مش قادر. وبعدين ده أنا إزاي ما تقوليش؟ ومين الست دي يا إيهاب؟ إزاي تعمل كده؟ أنا عارف إني بوظت كل حاجة. طبعا بوظت كل حاجة، واللي عملته ده خيانة. ألو مروة. إيه مالك بتعيطي ليه؟ أنت مالكيش دعوة الموضوع ده خالص. لا بقى ليها دعوة. ما تقولي له مروة ولا قول لنا. أنا وإيهاب متجوزين. إيه اللي بيحصل ده إيهاب؟ والله يا ماما ما قتلت. ده أنا ابنك، أنت أكتر واحد عارفاني. ما فكرتش فينا يا ابني. ضيعت نفسك وضيعت الدنيا يا ابني. معلش يا ماما لازم أقفل. أكلمك تاني. إيهاب. انت يا مروه تعملي فيا كده؟ تتجوزي من ورايا؟ ما فكرتيش فيا؟ كل ده كان ممكن ما يحصلش لو حضرتك كنت اديتنا فرصه، ولو كنت حاولت تتعرف على ايهاب اكتر. فرصه؟ انا كنت بحاول احميكي. لا انت قفلت الباب في وشنا. مش مهم ازاي، المهم هربت وخلاص. اسمع سليم، انت اللي دبستني في المصيبه دي وانت لازم تخرجني منها. انا عرفتك عليها عشان كنت عاوز اساعدك. كنتش عارف ان كل ده هيحصل، بس انت عارف كويس ان انا ما قتلتهاش. بس دول مسكوك متلبس يا ايهاب.
بقول لك ما قتلتهاش سليم صدقني. المهم ان انا محتاج اسافر وانت الوحيد اللي ممكن يساعدني. اساعدك ازاي؟ انا محتاج باسبور مضروب وفيزا لاي بلد. انا ما اعرفش حد ممكن يعمل كده يا ايهاب. لازم تلاقي حد يا سليم. لا ما عملتش كده هتشيلني. وانا ما عملتش حاجه والله العظيم ما عملت حاجه. ايه ده انا هحاول ان اساعدك. اوعدك اني هحاول. خد خد اشرب عشان تاني. مش عايز زفت. انا كمان عاوز اسافر. انا خلاص عرفت من هنا. عاوز ابتدي حياه نظيفه. كفايه شرب تسكرت. انا ممكن اقعد عندك هنا لحد ما اسافر؟ طبعا يا ايهاب ده بيتك. انا هدخل الحمام حاسس اني مش طايق ريحتي. طب صاحبها؟ ايوه كنت بحبها. هي اللي عرفتني الحياه اللي انت شايفها دي. سهر سفر فلوس ادتني كل اللي انا عايزه. شريت من الفقر والقرف اللي كنت فيه. هي اللي جابت لي الشقه اللي انت شايفها دي. كنت عارف اللي هي بتعمله. عارف موضوع التصوير والشرايط. انا كنت اول واحد صورتني وهددتني. وافقت. بعت نفسي عشان كنت بحبها. كنتش اقدر ارجع لحياتي القديمه. ساعات كنت بجيب لها شويه عيال. كنت بتقطع من جوه بس ما كنتش اقدر اقول لا. ازاي تعمل كده؟ ازاي يا سليم؟ ما كنتش عايز ابقى انا بس الوسخ. ما كنتش عايز ابقى انا بس اللي بيبيع نفسه. وعشان كده وديتني ليها عشان ابقى زيك. لا يا ايهاب انت لا. صدقني حاولت ما قدرتش. حاولت امنعها يا ايهاب ما قدرتش. وازاي وافقت؟ ازاي يا سليم؟ ما قدرتش يا ايهاب. يا ريت ما كنت قابلتك في اليوم ده يا اخي. يا ريت كل ده ما كان حصل. انت اللي قتلتها يا سليم. انا ما قتلتهاش. لا انت اللي قتلتها. قول لي انا. قول لي احنا اصحاب. قول لي. قول لي الحقيقه. انت اللي قتلتها مش كده ها؟ انت اللي قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها. قتلتها عشان ما تبقاش زيي. قتلتها عشان احميك. انا عرفت من ضميرك الصحي ده. اشمعنى دلوقتي؟ عشان انت صاحبي. انت مركزه عليه كده ليه؟ مفيش 100,000 راجل تاني ممكن يعمل الشغلانه الواطيه بتاعتك دي. الشغلانه الواطيه دي هي اللي بتصرف عليك وعليا. اديله الشريط ووصل الامانه وخليها ننساها بقى. انا ما اقدرش ادمر حياه صاحبي مش كفايه انا؟ انت ايه؟ انت ولا حاجه من غيري ومن غير الشغل ده. انا اللي عملتك بني ادم. روح ارجع للحاره البيئه بتاعتك دي واشتغل ساعه ولا عامل بنزيمه زي صاحبك. انت بتضربني يا حيوان يا ابن الكلب. امشي مش عايز اشوف وشك انا تاني. امشي بره بره. بعديها اتصلت برمزي قلت له لا لقيت مايا مقتوله وقلت له يسافر عشان ما تفضحش كلنا. ما كانش قصدي اقتلها بس كان لازم اعمل كده. كان لازم اقول لا ولو مره واحده في حياتي. كان لازم اعمل كده عشان احميك واحمي نفسي. سليم انت هتيجي معايا البوليس وتعترف بكل اللي قلته لي؟ ما اقدرش يا ايهاب. امي هتموت لو عرفت انا كنت بعمل ايه وباكلها منين. وامي ومراتي واخواتي يموتوا وانا اتشرع عشانك ليه؟ اسمع يا ايهاب انا معايا فلوس كتير هسفرك ما تقلقش. انا مش عايز اسافر واسيب بلدي ليه؟ عشان جاي ما انت اللي عملتها. انت هتيجي معايا البوليس وتعترف غصب عن اللي جابوه. ما اقدرش يا ايهاب ما اقدرش. قلب
لازم تعترف سليم، لازم، مش عشاني، عشان صحبيتنا، عشان نفسك، عشان تحس انك فعلا قلت لها لا. لا يا سليم. بعد الاطلاع والمداولة وسماع المرافعة الشفوية، حيث أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة ثبوت الاتهام في حق المتهمين لما أتوه من أفعال مشينة لجريمة أضرت بالمجتمع، فيجب التصدي لمثل هذه الأفعال بعقوبة الرادعة لهذه الجريمة، لتكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه اتيان مثل هذه الأفعال. بناء عليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سليم حجازي مصطفى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم إيهاب منصور حسين بالسجن سنة مع الشغل، وغيابياً بمعاقبة المتهم رمزي أحمد رضوان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.